بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، عشاقي الأصالة ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، نتجدد باللقاء والتحية في انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي، حيث شاهدنا هذا التنافس الغوي من شعارات أبناء القبائل في افتتاحية هذا المهرجان الذي ينطلق في هذه الأيام المباركة في ميدان المرموم الشهير تحفة ميادين السباقات، حيث يسير شوطنا العاشر منذ قليل اللي يضم نخبة من القعدان الحقايق، وعبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي وقناة يأس الرياضية والقنوات النقلة لهذا الحدث الهام والكبير في هذه الأجواء الماطرة والجميلة، نسير إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة إلى المركز الأول، وهنا على المقدمة الأولى الكايد لسهيل بن سيف أو سهيل بن سعيد بن حقب، الشامسية تقدم على الصدارة الأولى، بينما النقلة إلى المركز الثاني هنا صياد مبارك بن هضبان بن مبارك العامري، بينما مسعف على المركز الثالث يأتينا سالم بن بخيت بن سعيد الوهيبي ضيفنا من سلطنة عمان الشقيقة، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع يأتي هنا شاهين ناصر بن سالم بن علي بن سليم العمري، بينما في المركز الخامس هنا الغدوم من منادي علي بن محمد بن مطر النيادي، بينما هناك على المركز السادس يتقدم الطياري سالم بن سيف بن سعيد القعنوني، يأتي الآن على المركز السادس، بينما في المركز السابع يأتي مبعد محمد بن مبارك بن سالم العامري، وفي المركز الثامن يأتي ويتدخل في هذه اللحظة ضرغام لأحمد بن محمد بن روي الخيالي، بينما في المركز التاسع أرى الغدوم في هذه اللحظة من ريسنج سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي، بينما في المركز العاشر يأتي هنا فالح بن ياسر بن فالح الشامسي يتقدم على المركز ايضا العاشر، وهذا سالم بن حمد بن راشد المخيبي. هكذا هي النتيجة، هكذا ندائنا للعشر المراكز الاولى، بينما كمية هائلة من الاسماء اللي تبحث عن التألق في مهرجان سمو ولي عهد دبي، اغلى مهرجانات الموسم اللي دائما اهل الهجن يعدون العدة سنويا. يا هي معركة من منافسة قوية في شوطنا هذا شوط الحقايق القعدان، ولكن صياد مسيطر، صياد على مقدمة الشوط، صياد اللي على المقدمة مبارك بن هضبان بن مبارك العامري، راح يا بن هضبان راح، ولكن راغب للطياري، الطياري يتدخل من الزاوية اليمنى سالم بسيب سعيد القعنوني يأتينا على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذا اللي واصلنا الكايد سهيل بن سعيد بو حقب الشامسي، بينما سالم بن حمد المخيبي يتدخل، وهناك ايضا ياتي غيث سعيد بن راشد بن سعيد بن سعيد بن عبيد النيادي، الله 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 بدت المعركة، ويتدخلون ربدان محمد بن مكتوم بن حفيظ المزروعي، وين واصلين ايها الاخوة الكرام الى 800 متر الاخيرة، جولة الاوامر النهائية، حرك وروح، روح الى الصدارة الاولى، روح الى المقدمة، ربدان 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 لازال مسيطر، ولكن اشقر واول نداء له، ها هو غير الى الصدارة الاولى، سيف بن عتيج المقعودي الفلاسي كنج الاهباب، ولكن هنا ايضا زلزال يتدخل، ولا هذا ثمين علي بن حميد بن خميس اليديلي، اول نداء له ما شاء الله وتبارك الله، اليديلي والمقعودي، الى وين السلام، الى وين السلام، الى الدريز الى السلطنة ما
شاء الله. راح الايديلي راح مع ثمين الى بديه، الى بديه مشكور يا ابو علي، الى بديه ذات الرمال الذهبيه يتجول الناموس الى اهالي السلطنه وبديه. تهانينا والناموس لعلي بن حميد بن خميس الايديلي ينتزع الفوز والانتصار بين مشقر لسيف بن عتيج المقعود المركز الثالث. وصل الصيرمي لراشد بن عبيد بن حليس الوهيبي المركز الرابع. وصل الطياري لسالم بن سيف بن سعيد القعنوني المركز الخامس. وصل دلهام لراشد بن عوض بن محمد المزروعي. هذه النتيجة للثلاثة للخمسة المراكز الأولى. لكن العودة أيها الأخوة الكرام إلى التوقيت الزمني وساعة وصوله ثمين إلى خط النهاية، تألق بالفوز لأهالي بدية 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 بدية. تهانينا على هذا الفوز. توقيت الزمني 6 دقائق و4 ثواني، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن خميس لعلي بن حميد بن خميس الإيديلي انتزع الفوز والانتصار. المركز الثاني أشقر سجل 6 دقائق 5 ثواني، 6 أجزاء من الثانية لسيف بن عتيج المقعودي الفلاسي كنج الأهباب اللي احتل المركز الثاني. بينما في المركز الثالث وصل الصيرمي بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق و5 ثواني، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي. تهانينا والناموس للجميع.